يعطيكم العافية. أول كيفكم يا حلوين؟ أنا حاليا بحل ومنحل التمارين بصفحة 74 74 و75. طيب عندي تمرين 5 صفحة 74 ألف باء جيم دال. عندي لا تترك، أول ألف لا تترك طفلا، عندي أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، بالطبع لا تترك طفلا خلف مقود السيارة. ب وقف الشرطي تحت المظلة، لعب الأولاد أمام البيت، جلس عامر فوق العشب. طيب عندي صفحة 76 عندي يا أول تمرين السادس مذكر ومؤنث زي اللي أخذناه، مش أنا مثلا عندي بالقطعة اللي بأخذها وبالنص بالنص. يا أول ما أجي بدي أطلع مذكر ومؤنث هون زي هيك بالتمرين هاد، بس بدي أضع تاء مربوطة تصبح مؤنث، معلم مذكر، صح يا أول؟ معلم مذكر، أما معلمة مؤنث، ليه؟ لأن فيها التاء المربوطة. طيب مهندس مذكر، طب ايش بدي اضيف هنا على كلمة مهندس تصبح مؤنث؟ راح اضيف عليها تاء المربوطة، مهندسة، مهندسة. طبيب، طبيب مذكر، بدي اضيف عليها تاء مربوطة ماذا تصبح؟ طبيبة، طبيبة. طالب، طالب، طالب مذكر يا أول. طب إيش بدي أضيف عليها زي الكلمات اللي فوق؟ بدي أضيف عليها تاء مربوطة عشان تصبح مؤنث، طالبة، طالبة، طالبة. إذن معلم، معلمة، مهندس، 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 مهندسة، طبيب، طبيبة، وطالب، طالبة. نكمل يا أول صفحة 75، صفحة 75 عندي التمرين السابع، قال خالد، قالت خولة، سافر نبيل. شو بدي أضيف يا أول هون؟ شو ضفت أنا؟ إيش جديد؟ تاء، تاء اللي هي عشان إنه في عندي مؤنث. نبيل ما حطت له تاء، بس نبيلة، نبيلة، نبيلة حطت لها تاء، تاء التأنيث يا أول، اسمها تاء التأنيث. رجع عماد، ديمة هون مؤنث، فبالطبع سأقوم بكتابة تاء لأنها مؤنث، تاء التأنيث، تاء التأنيث الساكنة. وصل عمي، وصلت عمتي، إذن سأقوم بكتابة التاء أيضا. عندي يا أول آخر الصفحة، صفحة 75، أرتب الكلمات لأكون جملة مفيدة. عندي الوطن، الجنود، يحمي، يحمي الجنود الوطن، الوطنة. شو يا أول أول كلمة موجودة بالجملة اللي هي يحمي؟ فعل ولا اسم، يعني من أقسام الكلام ولا حرف؟ بالطبع هي فعل، فعل مضارع يحمي. بس تكبروا يا أول رح تاخذوا اللي هم حروف الفعل المضارع. التمرين الثاني عندي ثلاث كلمات، ثلاث أحرف بدي أكون منهم ثلاث كلمات. أنا مكوني هنا بس رح أفرجيكم، عندي حرف الحاء واللام والميم، الحاء واللام والميم، كونت منهم ثلاث كلمات، ملح ولحم وحلم، ملح ولحم وحلم، كونت منهم ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. طيب بدي أحل معاكم كمان يا أول تمرين آخر، عندي التمرين السادس، التمرين السادس، ينام الطفل، تنام الطفلة.
يسافر المهندس، تسافر المهندسة. سأقوم بإضافة حرف التاء أول لوجود يعني كلمة المهندسة. في عندنا تاء مربوطة، يعني هون مذكر يسافر وهون تسافر المهندسة. طبعا يسافر وتسافر فعل مضارع، فعل مضارع، وحرف الياء وحرف التاء في كلمة يسافر وتسافر من أحرف الفعل المضارع. وبالتالي هون عندنا المهندسة يعني مؤنث، فسأقوم بإضافة التاء. يرجع المسافر، ترجع المسافرة. إذن هون يا أول نفس الجملة اللي فوق. عندي يا أول آخر تمرين، وحكيت لكم أنا بحل معاكم عشوائي وأنا حالة من قبل، بس بدي إياكم تركزوا معاي. عندي التمرين الثامن، أقرأ ثم أملأ الجدول بكلمات بحسب المطلوب. ألف: العقبة مدينة جميلة. باء: كلنا نشرب ماء نظيفا. جيم: لون الرسامون اللوحة بألوان جميلة. عندنا يا أول جدول سنقوم بتعبئة كلمات فيها تنوين فتح، تنوين ضم، تنوين كسر، وكلمات تحوي حرفا مشددا. تنوين فتح يا أول، نعرف تنوين الفتح طبعا، حالكم راح تحلوا وتكتبوا. ماء عندي كلمة نظيفا. تنوين الضم: مدينة وجميلة بألوان، وعندي هون جميلة، وحرف مشدد لون واللوحة. حرف المشدد حرف الواو، والحرف الثاني حرف اللام. هيك يا أول بكون خلصت معاكم حل التمارين عشوائيا. باقي ما تبقى يا أول بدياكم تحلوا لحالكم بدون مساعدة ماما، وإن شاء الله رح تقدروا أنتوا قدها، وأنتوا كلكم شطورين. وحتى اللي حليتها معاكم يا أول فرجتكم كيف وشرحت معاكم، بدياكم لحالكم يا أول تحلوها. ودايما تقرأوا تكتبوا تستكشفوا، وما توقفوا دراسة اللغة العربية حتى لو إن ختمنا. بلقاكم يا أول على خير، واشتغل لكم كتير. يعطيكم العافية.